أهلا وسهلا بكم في هذا الفيديو الجديد على قناتكم كريبتو انفست سيفلي. اليوم رجعنا لكم الشرح الجديد لهذه المنصة، منصة جيت اي او لاستثمار وتداول العملات الرقمية. إذا اليوم سنشرح لكم بعض هذه الأشياء هنا في الفي اي بي تاير. كما ترون هنا الفي اي بي يظهر لكم الافريج هولدينج داي هنا، وهنا الماركت في 30 يوم الماضية، وهنا لديكم أيضا البيتكوين فيوتشر تريد. يمكنكم رؤية الفيز من هنا في السبوت ماركت، وهنا التريدينج فيز، هنا يمكنكم رؤية ديبيت رولز ترانسفير جيت ايو بوينتس، يمكنكم دفع الرسوم من خلالها. هنا الـ current fees 0.2%، يمكنكم عمل pays fees في بالـ point الخاصة بكم. فترون هنا يمكنكم الضغط على go and buy، يمكنكم شراء بعض هذه النقاط. هنا كل نقطة بـ1 دولار تقريبا، وهنا لديكم عروض off، هنا 70% off إذا قمتم بشراء 15,000 دولار. إذا هنا أيضا لديكم الـ VIP التاير، طريقة هنا، هنا الـ Meet Trading بلس GT Holding في الـ VIP. لكي تحصلوا على VIP الأول عليكم تقوموا بـ1.5 بيتكوين في التوتال تريد مع 20 GT من هنا، أو هنا الهولدينج لمئة جي تي، أو هنا التوتال هولدينج أكثر من 0.05 بيتكوين، أو هنا الميكر ستاندر فيز تقريبا 0.18 و 0.139، وهنا التيكر أيضا تجدون نسبتها لكل في أي بي مثلا شيء معين يمكنكم القيام به. ويمكنكم الوصول حتى الفي اي بي 16، عليكم تقوموا بتريد لأكثر من 75,000 بيتكوين مع 50,000 عملة جي تي في الهولدينج، أو من هنا أكثر من 2,500 عملة بيتكوين في الهولدينج، وهنا الفيز ميكر والتيكر من هنا. هنا يمكنكم رؤية هذه بعض المعلومات أيضا الجي تي هولدينج. هنا في الافريج كل 14 يوم يمكنكم رؤية هنا الـ GT Holding. كما ترون هنا your current holding is 1.32، والافريج هنا 0.66، يعني كل 14 يوم تحصلون عليه. مثلا هنا في هذا اليوم تجدون هنا الجي تي من تقريبا يوم 5 6 7 هكذا. اذا والافريج يتم حسابه بطريقة معينة ايضا. هنا ايضا الفوتوشوب الى غير ذلك. هنا 14 يوم يمكنكم عمل تريد وأن تقوموا بتخزين عملة الجي تي لمدة 14 يوم تقريبا، وسيصبح لكم في التوتال هولدينج 14 يوم. إذا يمكننا أن نرجع من هنا، كما ترون يمكنكم أيضا عمل هذه التريد، يمكنكم عمل تريد و تقومون بترقية الفي اي بي الخاص بكم. هنا كل 24 ساعة يمكن ان تجدوا انفسكم قاموا بترقيتكم الى غير ذلك. اذا هنا ايضا الميت تريدينج الفوليوم وليس اقل شيء في الهولدينج والفي اي بي الى غير ذلك. اذا تقريبا كان هذا كل شيء عندنا في هذا الفيديو عن الفي اي بي تاير، وهنا الفيوتشر ايضا، وهنا الكريبتو لاندينج، وكل واحد تظهر لكم من هنا الافكتيف الخاصة بها
هنا في الديبوزيت والإدرار، هنا في الإدرار بعض العملات إلى غير ذلك، والتجريبية أيضا.